ونبدأ فقرتنا المحلية مع مباريات اليوم من بطولة الدوري المصري، والنهاردة هتكون بتنطلق مباريات الجولة 23، وهتقام مباراتين في إطار هذه الجولة. البداية مع الإسماعيلي وسيراميكا كيلوباترا هتكون بتنطلق الساعة 9:15 مساء على أون تايم سبورتس 1، تقدروا تتابعوها مع الاستوديو التحليلي الخاص بها، وفي نفس التوقيت حرس الحدود في مواجهة أمبي على أون تايم سبورتس 2. يمكن المباراة اللي هيكون ليها متابعة كبيرة النهاردة ضمن مباراتين الجولة 23 للدوري هي مباراة الإسماعيلي والسيراميكا كيلوباترا. طبعا لعيبة نادي الإسماعيلي مع جهازهم الفني بقيادة الكابتن حمزة الجمل بيمروا بفترة من المعنويات المرتفعة، خصوصا بعد التأهل لدور الثمانية في كاس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح، كمان الانتصار الكبير على سموحة بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة اللي فاتت في مسابقة الدوري، اللي كمان حسنت بعض الشيء من موقف الإسماعيلي المتأزم في جدول الدوري. كمان الكابتن حمزة الجمل المدير الفني لنادي الإسماعيلي كان ملتزم على دراسة مباريات سيراميكا كيلوباترا في الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف، وطالب الكابتن حمزة الجمل اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة من أجل مواصلة الانتصارات وكمان التقدم في جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانته الطبيعية والابتعاد عن مراكز الهبوط. بيحتل المركز ال 15 في ترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة جمعهم من 21 مباراة، فيما يحتل سيراميكا المركز ال 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة. ومن مباريات النهاردة في الدوري هنروح لجولة في أخبار الأندية المختلفة، والبداية مع أخبار النادي الأهلي. ويمكن الفريق بيواصل استعداداته لمباراة غزل المحلة المقرر ليها يوم الأربعاء اللي جاي ضمن مباريات الجولة 23. مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رفض إعطاء اللاعبين راحة من التدريبات بعد الفوز الكبير اللي حققه الأهلي على الهلال السوداني 3-0 وتأهل لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. كولر دايما كان معود لعبته في النادي الأهلي إن بعد خوض أي مباراة اليوم اللي بيكون بعدها مباشرة بيكون تدريب استشفائي للمجموعة اللي شاركت، وتدريب بشكل كامل للعيبة اللي لم تشارك في المباراة، واليوم التالي بيكون في راحة. لكن مستر مارسيل كولر رفض أن يكون في راحة لضيق الوقت بين مباراة الهلال السوداني ومباراة غزل المحلة. كمان مستر مارسيل كولر طلب من لعيبة النادي الأهلي غلق ملف مباراة الهلال والتركيز في مباراة غزل المحلة وضرورة تحقيق الفوز والثلاث نقط للابتعاد بصدارة جدول الدوري. كمان في تفكير من مستر مارسيل كولر لإراحة بعض اللاعبين في مباراة غزل المحلة، خصوصا اللاعبين الدوليين اللي شاركوا مع منتخبات بلادهم الأسبوع اللي فات في المباريات الدولية ورجعوا شاركوا في مباراة الهلال السوداني، فكولر بيدرس منح اللاعبين دول راحة، خصوصا ان هم كانوا بيعانوا من حالة اجهاد كبيرة جدا وتجنبا لحدوث اي اصابات قبل مباراة بيراميدز في نهائي كاس مصر المقرر ليها يوم 10 ابريل الجاري. كمان على رأس القايمة اللي هيتم إراحتهم لو حصل فعلا إن في تغيير في اللعيبة الأساسية اللي بتشارك في الفترة الأخيرة مع مستر مارسيل كولر، ممكن بيكون بيتم النظر في التوقيت الحالي لإراحة بيرسي تاو أو علي معلول.